كي نتحدث على ديال الثروه راح نقول باللي تقريبا حنا واجدين، راح نقوم كاين تجارب راح نقوم بها بور فير دي زيسي دو شارجون على لا بلاتفورم باش نشوف لو كومبورتمون تاعها. حنا في غرض الانتهاء من هذه التجارب. الشق التشريعي حنا قمنا بالامس باجتماع باش نحدد ما هي لي تكست دابليكاسيون اللي راح نغير منها باش نوجد روحنا من ناحيه يعني لي تكست يعني التنظيم التشريعي. فيما يخص السعر احنا الان في غرض دراسه الموضوع بطريقه عقلانيه. زياده راح تكون فيه زياده حكم زياده المواد الاوليه ولا المواد اللي راهي داخله في بناء سكنات عدل، لكن راح تكون بضبط بطريقه مدروسه وعلميه لي سوسكريبتور اللي مازال ما تحصلوش على سكنات. انا كنت قلت باللي لي ديرنيير ديسيسيون دافيكتاسيون لازم يتمدوا قبل 5 جويل او 26000، يعني 26000 من 568000. ما ننساش انه ال 568000 وحده سكنيه ما يشمل المعقول تنطلق فيها من سنه واحده، راح تكون على مراحل. واخر السكنات اللي راح ننطلق فيها اللي انطلقنا فيها كانت في سنه 2023، يعني راح نستلمها هذه السنه اون كلوتور لو دوسي ديال لو بروغرام امبورطون دو لوجمون اللي رانا نقوم بانجازه حاليا. تقريبا من سنه 2020 لسنه 2023 مليون و250 الف وحده سكنيه انجزت، وقيد الانجاز تقريبا 350 الف وحده سكنيه اللي هي قيد الانجاز.